الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله. بسم الله الذي تحيرت الأفهام في قدرته، وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته، وأسكرت القلوب بكأس محبته، صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. اللهم صل وسلم وبارك على رمز الكمال وكمال الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. اخوات الايمان والاسلام، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صرادق المقام امام ديوان عائلة آل بهي الدين بالكوام الجبلي، مركز المنشاه، محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء السابع من شهر نوفمبر في العام 18 بعد 2000 من الميلاد، وذلك بدعوة كريمة من الحاج جمال حسن بهي الدين وفضيلة الشيخ السيد حسن بهي الدين وجميع عائلة آل بهي الدين بالقوام الجبلي لحضور هذا الحفل الكريم المبارك، احتفالا واحتفاء لحفل زفاف الأستاذ هشام جمال حسن بهي الدين على كلمة الشيخ السيد حسن بهي الدين، وحفل زفاف الأستاذ طاهر الشيخ السيد حسن بهي الدين على كلمة الحاج محمود أحمد عبدين بهي الدين. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف. اللهم آمين يا رب العالمين. وخير ما يحتفى به ونحيي به هذا الحفل الكريم المبارك بتلاوة المباركة من القرآن الكريم. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من أعلام قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور مصطفى محمد سليم الكاملي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أتم الله عليه الصحة والعافية، تاليا وخادما للقرآن الكريم. وتليمان الإسلام، والآن نعيش مع كلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الشيخ صلاح سليم عبد اللطيف، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإيمان والإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين ونتوب إليك ونستغفر،
ونعوذ بك يا مولانا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك سبحانك يا ربنا يا حليم يا كريم يا منان يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك يا ربنا يا من يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. ونشهد أن سيدنا ونبينا ورحمتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، لي في مديحك يا رسول الله عرائس تيمن فيك حبا وشاقهن جلاء، هن الحور الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. اللهم فصلي وسلم وبارك عليك أبا القاسم يا رسول الله، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا رسول الله المهتدين بهديه السائرين على منهاجه المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله إلى يوم البعث العظيم، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا رسول الله المهتدين بهديه السائرين على منهاجه إلى يوم البعث العظيم. أيها السادة الحضور، نجتمع اليوم على مائدة القرآن الكريم لإحياء سنة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصانا بها، ومعنا آيات من الذكر الحكيم تحثنا على إحياء هذه السنة، فيقول سبحانه وتعالى في آيات كريمة ومن أول سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ويقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لقد استمعتم إلى هذه الآيات الكريمة ومن صور مختلفة تدعونا طالما توفرت المقومات الداعمة لها نسارع إلى إحياء هذه السنة وهي سنة باقية في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتعالوا إلى الأحاديث المروية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعونا إلى تنفيذ هذه السنة طالما توفرت المقومات من أجلها. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث مخاطبا الشباب لأنهم هم الذين يتزوجون مخاطبا الشباب بقوله قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاه. وذهب ثلاثة نفر إلى بيوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة سيدنا رسول الله فلما أخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بعبادته تقالوها أي عدوها قليلة بالنسبة لما يفعلونه هم قال أحدهم أما أنا يا رسول الله فإني أعتزل النساء ولن أتزوج أبدا لا رهبانية في الإسلام فإني أعتزل النساء ولن أتزوج أبدا. وقال الثاني أما أنا يا رسول الله فإني أقوم الليل ولم أرقد أبدا. وقال الثالث أما أنا يا رسول الله فإني أصوم الدهر ولم أفطر أبدا. فلما علم منهم سيدنا رسول الله ما قالوه لهم قال لهم والله إني لأخشاكم على دين الله أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناكلوا تكسروا فإني مداهن بكم الأمم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العريسين لما يحبه ويرضاه كما أثره سبحانه وتعالى بأن يجعل منهما الذرية الصالحة إن شاء الله. إنك يا مولانا يا نعم المولى ويا نعم النصير كما لا تتضرع إلى الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الحديث ده بتاع المسار ولا حاجة هالموية بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً
فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن لأزواج
للمحسنات منكن أجرا
وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله ومن Oh,
يا نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد ومن يقنت منكن لله ورسوله ومن يقنت منكن ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء أحد من النساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن
وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا ويطهركم تطهيرا وقرن في وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك
ربك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يا أيها المزمل يا إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه mm-hmm.
يا لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لا لا تسمع فيها
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر أفلا وإلى السماء
فالأكبر إن إلينا إيابهم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إن مع العسر يسرا
يسراً إن مع العسر يسراً فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فإن إن مع العسر يسرا صلوا على حدث النبي فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً فإن مع العسر يسراً فإن مع العسر يسراً فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا والذين يؤمنون بالآخرة
وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كلهم آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآيات البينات تتم فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد سليم الكاملي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إحياء هذا الحفل الكريم المبارك مع تحيات الهندسة الإذاعية ومسرات صوتية السرادق والإنارة، ديزل توليد بانوراما خلفية إنارة ليزر، أولاد الشيخ والحسن بالشواولة، مركز المنشا، محافظة سوهاج، جمهورية مصر العربية، هاتف 011-19-84-84-84 بالشواولة، مركز المنشا، محافظة سوهاج. من السرادق المقام أمام ديوان عائلة آل بهي الدين بالكوام الجبلي، مركز المنشا، محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء 11 من شهر نوفمبر في العام 18 بعد 2000 من الميلاد، احتفالا واحتفال لحفل زفاف الأستاذ هشام جمال حسن بهي الدين على كريمة الشيخ
السيد حسن بهيدين وحفل زفاف الأستاذ طاهر السيد حسن بهيدين على كريمة الحاج محمود أحمد عبدين بهيدين. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوتي الإيمان والإسلام، نشكركم جميعا إلى أن نلتقي على خير، والعاقبة عندكم في المسرات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.